السلام مع ختام احداث الشوط الاول. انقاذ رائع من 10 على 10 يبدا بيه النهارده. مروان رجب في وجود كريم هنداوي كاتونجا، ايضا سلاح فعال فتاك للمنتخب المصري على ارض الملعب موجود على البنش. لوكا يبدا الهجمه، علي زين تحرك لوكا محاوله الاختراق، زين محتاج المساحه للتسديد، عامر الاعصر المصري اسيست على الدايره لكن خطا موجود ضد محمد عامر، رمي 9 على 4. اخر دقيقه ونص، المنتخب المصري قريب من ايجاد فارق مريح مع ختام احداث الشوط الاول. طاهر بيتحرك حلو قوي، زين بيحاول يخترق دفاع بقوه، رمي 9 على 4. تاني هجمة مصرية، علي زين دفاع ايضا بقوة، وسيد توليدو لاعب رقم 10 والدفعة لعلي زين خلص طبعا. فاول كورة في قدمية لاعب المنتخب البرازيلي، وزيدان بلعب سلبي على الهجمة ان تنتهي التسديدة، والفاول موجود تمشي الكورة ساعتها ياخد الكورة كبيرة، خلص اوقفه. هو كان عايز يعمل فاول تكتيكي لكن عمله بشكل يعني عنيف شويه، سابه خلاص طالما الكوره وقعت تكتيكي كان سابه. محمد عامر ايقاف لمده دقيقتين 40 ثانية في الشوط الأول ودقيقة و20 ثانية في الشوط الثاني هيكون مفقود مع بداية الشوط الثاني للمنتخب المصري من لاعب في التشكيلة الرئيسية. الهجمة البرازيلية على الدايرة على الجناح، محاولة للتسديد وكتافيل من المصري بشكل رائع، ثاني بامتياز دفاع المنتخب المصري. اخر 15 ثانية محاولة المنتخب البرازيلي لتقليص الفارق والتسديد بشكل مميز من جانب تياجو سيلفا. 33 عام فكر هذا اللاعب، وادي امامنا التسديدة والانقاذ من مايك جوسن. بره بالمرة ولا وقف ينتهي لاحداث الشوط الاول. مشاهدينا الكرام متابعينا بشتى اقطار الوطن العربي والعالم عبر البث الموحد لاتحاد مذاعات الدول العربيه، المنتخب المصري ينهي احداث الشوط الاول بتفوق بفارق هدفين.